هي على سلامة وصولكم. مسافرين الكرام، مساء الخير، مرحبا بكم في مصر نحن الآن في مطار مسقط الدولي، حيث يشير توقيت المحلي للساعة 8:05 ودرجة الحرارة خارجية مسجلة هي 36 درجة مئوية. يمكنك الآن تشغيل هواتفكم نقالة إذا رغبتم بذلك من أجل سلامتكم ومن أجل البقاء في حكومتكم وأطباع المقاعد المربوطة لحين توقف الطائرة توقف الكلية وأطفاء شاطرة الأحسنة. قبل مغادرة المطار يجب التأكد من أخذ جميع أمتلاككم الشخصية كما يجب انتباه لفتح القطعة العلوية لاحتمال التحرك الأمتاع خلال الرحلة. نعم يا قبطان. أتيلا وفاء طاقم فقد كان من دواسر لنا القيام بخدمتكم اليوم. عافية أن أرحب بكم مجددا على رحلات أخرى قريبا. نتمنى لكم طيب الإقامة في مسقط. أما ركاب المواصلة سفر إلى وجهات أخرى فإننا نتمنى لهم رحلة